عجبكم هاد الملوي؟ تشهيتوا هاد الملوي؟ بغيتو بحال هاد الطريقة؟ وتبعوني الكوزينة. ملوي غرباوي على حقه وطريقه، وساهل ماهل. تبعوني الكوزينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ مزيان؟ هانين؟ اليوم ان شاء الله نشارك معكم ملوي خفيف ظريف، دغيا تصايبو تكوني جالسه تصايبي دغيا 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 كيتسرب دغيا دغيا، ساهل ماهل، ما في حتى حاجه. شنو فيه؟ الدقيق وشويه الزرع. نتوما كديروا الفينو، انا الوالده عندي مريضه كنبغي ندير الزرع. درت الفينو، درت الدقيق الممتاز الفورس، وزدت عليه واحد شويه ديال الزرع. الزرع غربلته وزدته بحال الطريقه اللي كتزيدو تاع الفينو. انا درت الزرع في بلاصه الفينو، درت الزرع، شويه الخميره، شويه الملحه، وشويه السكر. سنيده سنيده كتبقى الاختيار ديالكم. المهم دابا انا كنعطيه الدليك مزيان، كنعطيه الماء، وكنعطيه يدي الماء دافي، كنعطيه يدي يعني نعلكم مزيان. الملوي خصو العليك، وهذا غنديرو في الاول شكل طريقه الرغيف، باش الا بغيتو يتسرب لكم دغيا ديروه على طريقه الرغايف، عاد صيبوه شي يجي ملوي دغيا كيتسرب بالزربه. الوالده بغات شويه الملوي، قلت علاش ما نديرش الملوي وما نشاركوش مع الاخوات ديالي. دابا نعلكم مزيان وندلكم، نعطيه الماء مزيان، صافي، ونغطيه حتى يترخف مزيان. انا درت له علم منديل، ما درتلوش بلاستيك، درت له علم منديل دغيا كيترخف. وديروا واحد شويه الخميره، شويه الملحه، والسنيده حتى السنيده ديروا شويه الا بغيتوا لكم الاختيار. صافي دابا نخليه يرتاح مع راساتو. من يرتاح نكمل مع الاخوات ديالي. دابا ان شاء الله غندير الزبده والزيت، وغنديرهم دواور على شكل رغيفات. هانتوما على شكل رغيفات في الاول، على شكل رغيفات. صافي ترخفو، تنخليهم يترخفو وكنرجع ليهم. وانا كندير في هاد الكويزينه، حنا عندنا الكوزينه لداخل فيها الماعن فيها كلشي، وهادي عا بحال كويزينه صغيره كنقضي فيها الشغل، كنطيب فيها، كندير فيها كلشي. يعني الريحه طيب اي حاجه كتخرج على برا، اما الكوزينه عندنا حنا لداخل. دابا نمشي على الطريقه، هانتوما كتشوفوا على شكل رغيفات. صافي وغنغطيهم وغنخليهم يترخفوا، خليهم يترخفوا. صافي انا غدا معكم دقه بدقه، يجي ساهل. صافي بقات هاديك حتى نصايبها، نزيد عليها شويه بقات لي صغيره. ومن غنبغي نقرص الرغايف غنديرهم بالزرع نيت، بشويه الزرع والزبده والزيت. صافي ها هما دابا غنغطيهم، جاتني 9 الحبه، غنغطيهم تيترخفوا. صافي نخليهم تيترخفوا. دابا الاخوات ديالي من ترخفوها هما، دابا نديرهم على شكل رغيفات. نطلقهم بشويه الزيت والزبده، وندير عليهم شويه الزرع بحال كديروا السميده او الفينو. تديروا واحد شويه الزرع تيجي زوين. دابا نطلقهم على شكل رغيفات، راه مدلوك مزيانين ومرخوفين وكلشي. ها الزرع شتو؟ هانتوما كتشوفوا الطريقه ساهله ماهله.
خوتي اي حاجه كنبغي نشاركها معكم دعموني بلايك، فعل الجرس، وصلكم الجديد. دابا نمشيو لهاد الطريقه على شكل رغيف سانسون. نزيد معكم واحدة أخرى، كنزيد شوية الزرع والزبدة والزيت، اللي فيه المعدة أو المصران إلا دار المنوي ديال بالفورص ضروري نزيد عليه شوية الزرع باش ما يغلبش عليه في المعدة. هانتوما هانتوما الزرع شتو، زيد معكم وحدة أخرى، نمشيو على الطريقة على شكل رغيفات، ثاني نغطيهم بالمنديل ونخليهم يترخفوا. خليهم يترخفوا دابا على خاطرهم، دابا نطلقهم. كيجي بحال شكل بسيط لاص هانسوم في الاول، على شكل بسيط لاص هانسوم شتو شويه كيوليو رغيفات. كنطلقو الرغيفات على واحد شويه وندردرو عليهم شوية الزبدة والزيت، وندردرو عليهم شوية الزرع. هانتوما كتشوفو هانتوما الطريقة بحال اللي كديرو بسيطلات شتو، صافي كتجمعوهم صافي، من كيرتاحو كيوليو مليويات هانتوما شتو. هانتوما شتو ولاو على شكل بسيط لاص. نغطيوهم دابا ترخفو، دابا نبداو نخبزو. صافي شوف تيجي دابا على شكل مليويات، دابا على شكل مليويات الاخوات ديالي. ودابا نخبزو ان شاء الله. بدينا بالاولى، انا ندير شويه الزبده والزيت اللي بقى ليا ضروري، نحط الملويه الاولى نحطها ونولي نقلبها ونولي نزيد فوقها الزبده وشويه الزيت المخلطه باش كطيب من التحت وكطيب من الفوق.
دابا غنقلبها. انا قلبتها ديال المره الاولى، نزلت عليها الزيت. هذه راه على الاولى، الاولى دائما ثاني نولي نقلبها. وها الملوي واجد، ها هو الزوينين، تستاهلوه. بالصحة والراحة، ودعموني بلايك وفعل الجرس، يوصلكم الجديد. وشوفوا الملوي جا على مزيناتو، جا الملوي على مزيناتو، جا تيحمقها. وتاكلوه بالصحة والراحة، ودايما الجديد، دايما الجديد، دايما الجديد. بالصحة والراحة، بالصحة والراحة، ومع السلامة. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة.